تصدق بالله كل حاجه جاهزه. العفش عملته على ايدي في الورشه، وهي جهزت الستاير، واول اجازه هنزلها هكون الدخله ان شاء الله. ما تبيع الفدان لحيلتك وتشتري بيه غنم وانا امشيلك بيها، ايه نبقى شرك، انت براس المال وانا بمجهودي. انا عرض بقى وجع حالي. ايناس انا مش عندي اجتماع في لجنه الاسكان الليله. عاطف ما تحرجنيش قدام بابا عاطف، هتروح عيد ميلاد اختك وهتجيب لها كمان هديه قيمه معاك. طب لما انت عايزاني اروح عيد الميلاد واخد هديه كنت قولي لي وبابا هنا، على الاقل كنت اديت له فلوس راح هو اشتري الهديه وريحني. انت بتتكلم بروح انهزاميه. الفن يا استاذ بيرتقي بالشعوب، بيغيرها للافضل، بيسمو بيها، والامثله على كده كتير. ابويا زي ما علمك الفن والصنعه اللي بتهرسهم برجليك النهارده، علمك وصول الجدعنه المرجله، وانك لما تحتاج صنايعي من عندي لازم تاخد مني الاذن الاول. عملت نفسي بنظف الصندره واتسحبت وطلعت على فوق، وفي ايدي مفرمه اللحمه الخسرانه، وهات بقى بالمفك فك المسمار من هنا، زين شويه هنا، روق هنا. إذا نفر منكم اتنيل على عينه بحموريته وبغبائه وبجهله وقال كلمة كده ولا كده، يبقى الدبح فيه حلال. ايوه يمسك. دبح ايه؟ دبح ايه انت؟ اصلح له يرمي نفسه في البحر قبل ما ايدك تطوله. خد يا اخويا انت مدت ايدك، خد انت. هذا امر لا نقاش فيه. التعامل مع الصهاينة او التطبيع معاهم امر مرفوض نهائي.